يعني يمكن في بداية الحلقة قلنا في الهيدلاين أخبار ما شاء الله يعني كتير مفرحة. احنا معانا النهاردة منورنا ومشرفنا لاعبي فريق 2008 اللي هم أبطال كأس مصر اللي قدروا يفوزوا ببطولة كأس مصر بعد فوزهم على النادي الأهلي. كمان عندنا 7 ميداليات لألعاب قوى الزمالك في بطولة الجمهورية. الجمباز الإيقاعي كمان في نادي الزمالك يحصد 11 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية. سيدات سيادة الزمالك يهزم سموحة في الدوري. كوماندو سيادة الزمالك ما شاء الله ماشيين بنتائج محترمة جدا جدا ونتائج عظيمة جدا 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 في الدوري وفي الجولات ما شاء الله مستمرين. يعني اللي عايزة أقوله إنه مهما كان في كبوات، مهما كان في أزمات، مهما كنا بنمر بأزمة، الزمالك ما بيخلص، الزمالك هيفضل موجود مهما مر بأزمات. هو دايما الزمالك واحد من اكبر الانديه على مستوى، طبعا هو واحد من اكبر 2 انديه في مصر في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فيعني وعلى مستوى العالم، فيعني وعلى مستوى العرب اللي انت بتتكلم فيه انه لا الزمالك ما بيقعش، الزمالك ما فيش حاجه اسمها اصل الزمالك خلاص وقع، اصل يعني عمرك مثلا ما هتسمع يعني اصل الزمالك نزل درجه تانية، اصل الزمالك خلاص كان نادي جماهيري ووقع وما بقاش موجود. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. نادي عمره اكتر من 112 سنه هتفضل رايته مرفوعه طول الوقت بالمخلصين من ابنائه بالتاكيد، ولاده اللي بيلعبوا دلوقتي بالتاكيد. بس اللي انا دايما بتكلم فيه واللي بلوم فيه شويه مثلا على فريق زي فريق الفولي، ان انا النهارده انا في ازمه، بس مش معنى ان انا في ازمه اصل احنا بنمر بازمه فيلا بقى احنا اساسا في ازمه مش مشكله. يعني مفيش حاجه اسمها كده. انا لازم احس بروحك جوه الملعب، لازم احس ان مهما النادي ده يكون بيمر بازمات انت بتموت نفسك في الملعب، انت فاصل نفسك تماما عن اي ازمات ماليه او اي حاجه. ايوه انا قلت وهفضل اقول انتوا النهارده معكوش محترفين، انتوا النهارده في مشكله في المستحقات نظرا للازمه الماليه اللي بيمر بيها النادي، انتوا النهارده كان المدير الفني قدم استقالته قبل ماتش الاتحاد وماتش الاهلي، يعني اللي هم كانوا نهائيات كاس السوبر المحلي. كل الكلام ده جميل جدا جدا، بس حضراتكم موجودين لسه، انتوا نفس لعيبه الفولي اللي المفروض عندكم فولي والمفروض انكم رجاله جوه الملعب والمفروض انكم مفيش حاجه توقعكم. يعني في ظروف، الظروف دي تخليني مثلا ايه اخسر 3-2، وارد ان انا اخطف الماتش، وارد ان انا مثلا الدنيا ما تبقاش احسن حاجه في الشوط الاخير الماتش يتخطف مني، لكن ان انا النهارده 3-0 رايح جاي، فهو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ طب ما الهاندبول بيكسب، طب ما الباسكت بيحاول، لكن فكره ان احنا مستسلمين الاستسلام الفظيع ده، لا ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. وخد بالك البطولة اللي بتروح من سيفيهك الشخصي، الماتش اللي بيروح ما بيتعوضش، الجولة اللي بتروح ما بتتعوضش، عشان زي ما قلنا ده السيفي اللي بعد كده بتقعدوا تحكوا وتقولوا لأولادكوا أنا كنت بلعب في نادي الزمالك واخد 10 دوري، لا 5، لا 2، لا ما خدتش خالص. ما هو ده سيفي أصله بيتستر، مش بس بتحكيه لأولادك وأحفادك، لا كمان بتطلع تشتغل بيه في الأندية العربية والإفريقية وتقول ده أنا كنت لعيب درجة أولى في نادي الزمالك، ده أنا كنت ماشي. ما هو أصله التاريخ هيفضل فاكر حضرتك جبت كام دوري، حضرتك عملت إيه، لكن مش هيفضل فاكر أصل في الوقت ده كان في أزمة، أصل ما كانش معانا محترفين. لا التاريخ بينسى الكلام ده كله، عشان بس نبقى على نور، يعني التاريخ بينسى كل الكلام ده. محدش هيفضل فاكر اصل احنا كنا في ازمه ماليه، لا اصل احنا ما كناش معانا 2 محترفين. هي الظروف دي عليك لوحدك؟ ما هي على الهاندبول والباسكت وكل فرق النادي. طب ايه؟ يعني هو مش حلو في حقكم. الظروف صعبه، الظروف صعبه فوق ما اي حد يتصور ويتخيل. انا بقول معاك اهو، لكن يا اخي حسسني انك بتموت نفسك في الملعب، اعمل زي بتوع الهاندبول. حاول زي فريق الباسكت، حاول. يعني هما فريق الباسكت بيجي عليهم اوقات بتبقى الدنيا مش احسن حاجه، بس حاول زيهم. يعني انا بحس بمحاولتهم في الملعب. الهاندبول بيكسب
لكن حضرتك نازل واجهت الاهلي 4 ماتشات، 3 ماتشات 3-0، واحد 3، وماتش واحد 3-1، ليه يعني؟ الزمالك زي ما قلنا وهنفضل نقول طول الوقت الزمالك لا هيقع ولا مش هتقوم له قومه مثلا، لا 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 فيش الكلام ده. الزمالك بيمر بكبوه وهيعدي منها وهيفضل هو نادي الزمالك، مفيش خلاف على ده ابدا، لا يمكن يعني. على مر العصور ياما الزمالك مر بكبوات، ومش الزمالك لوحده على فكره، الزمالك مر بكبوات والاهلي والاسماعيلي كل الانديه بتمر بكبوات، بتمر بازمات ماليه، ومع ذلك في الاخر بيفضل الزمالك هو الزمالك والاهلي هو الاهلي، ويجي وراهم الاسماعيلي هو الاسماعيلي والاتحاد بس يعني هو الزمالك والاهلي في حته تانيه طبعا. فالزمالك ما بيقعش ولا هيقع، اللي عايز بس يبقى موجود في الازمه دي ويقول ان احنا في ظهر النادي واقفين في ظهر النادي مهما كان عندنا ازمه، مهما كنا بنمر بظروف صعبه جدا جدا جدا، لكن التاريخ مش هينسى انك وقفت في الازمه دي وكنت بتكسب وكنت مموت نفسك في الملعب وكنت بتفصل كل مشاكلك اللي خارج الملعب اول ما تنزل ارض الملعب. التاريخ ما بينساش، ما بينساش ولاده الاوفياء. انا مش بهاجمكم ومش بقول انكم مش اوفياء، بس انتوا بترموا الفوطه بدري قوي قوي. اول شوط خلصت خلاص بقى، يلا مش مشكله بقى نكمل الماتش زي ما يكبر. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش في حقكم انتوا يا سيدي. هقول لك على حاجه، سيبك من نادي الزمالك خالص، في حقك ما ينفعش ما ينفعش، سيفيهك الشخصي يا فندم ما ينفعش ان انت تبقى بتعمل كده. طيب ولاد يعني زي ما هنفضل نقول دايما، ولاد الزمالك بيبانوا في الازمات، في الازمات الفرح اصحابه كتير قوي قوي يعني، علشان تتكلم على الفرح هتلاقي اصحابه ما فيش اكتر منهم، لكن الازمات هي اللي بتبين معادن الرجال، معادن الناس اللي بتحب نادي الزمالك. بين لي انك مهما كان عندك مشاكل وعندك مستحقات متاخره، معكش محترفين، المدير الفني مشي قبل المباراه، قبل المباراتين يعني نصف النهائي والنهائي في كاس السوبر المحلي بيومين، تمام جدا جد، لكن في الاخر وريني انك بتنوط نفسك جوه الملعب، لاني قلت وهفضل اقول الكلمه العليا في مباراتك او في فوز النادي الاهلي ما كانش للمحترفين، كان لاولاد النادي الاهلي، ما كانش للمحترفين. ما تقوليش ان المحترفين هما اللي كسبوا الاهلي، لا، ولاد النادي الاهلي هما اللي كسبوا الاهلي. فيعني طبعا المحترفين هيضيفوا لنا بشكل غير طبيعي اكتر من 50-60%، لكن وريني روحك جوه الملعب، وانا مش عايزه اعمم لان في لعيبه فعلا بتنوط نفسها جوه الملعب، لكن انا مش عايزه احس ان الفوطه بتترمي بدري. ما ينفعش لاخر نفس والاخر ثانيه والاخر دقيقه موت نفسك جوه الملعب، وسيبني انا بقى وانا قاعد بتفرج وبتكلم اقول والله ده موتوا نفسهم، بس هي الظروف صعبه، ده بيلعبوا وقاتلين نفسهم في الملعب بس هي الظروف صعبه، ده عاملين اللي عليهم وزياده بس اصل معهمش محترفين، ده عاملين اللي عليهم وزياده بس اصل هم برضو دماغهم عليهم اقساط وعليهم وعليهم وما بياخدوش مستحقاتهم الماليه نظرا للظروف اللي بيمر بيها النادي، واللي هتتحل اصلا مش هتفضل مكمله معانا لاخر العمر يعني. سيبني انا اقول كده، بس بيجي عليك وقت انت وانت بتتفرج انا ماليش نفسي اقول حاجه خالص خالص، مش حاسه ان انا مثلا هطلع في الحلقه اللي بعديها اقول لا اصل هم برضو مش قادره. انا شايفه ناس بترمي الفوطه بدري قوي قوي وكاننا مستسلمين للظروف والجوابات والكل اللي احنا في ايه يا جماعه، في ايه بجد، في ايه، بنبني حاجز نفسي جديد. طبعا يعني لما بتكلم عن ولاد الزمالك، لما بتكلم بخاطب اللي هم ولاد النادي، لانه ولاد الزمالك اتربوا على يعني ايه تيشيرت الزمالك، يعني ايه اللعب تحت ضغط، يعني ايه انك بتلعب على بطوله، انت بتلعبش على حاجه تانية، انت بتلعب على بطوله. فخليني ما اظلمش كل الناس واقول ان ولاد الزمالك الشباب اللي عاملين نتائج حلوه جدا جدا، ومش بس بيحققوا انجازات مع فرق النادي، لا دول كمان ما شاء الله من الاعمده الاساسيه في المنتخبات، ويمكن دي من الحاجات الايجابيه اللي الواحد بقى لازم يروح لها ويتكلم فيها يعني. وبيحققوا انجازات محترمه في مختلف المراحل السنيه سواء على مستوى الفرق او المنتخبات. وكل ده وبيتصعدوا طبعا للفريق الاول وبيكونوا ركائز اساسيه، وزي ما بقول انا دايما لما بشوف خبر
بيقول لك ان المرتبط لا 2000 و مثلا 2008 2006 2004 الفرق دي 2002، لو تلاقي الفرق دي بتجيب نتائج فتقعد تقول ايه، والله الحمد لله يا رب، ده انت عندك مستقبل مبشر، ده انت عندك لعيبه مبشره، مش هتقعد بقى تربيهم اصل يا ابني حب النادي، يا ابني حب الكيان، انت شاريه بقى شاريه بفلوس من بره، غير ولاد النادي، ولاد النادي غير بقى، انت مش محتاج تقعد تنمي فيه حب النادي وحب الكيان والكلام الكبير ده كله، ده جاهز، ده جاهز اهو. فلما بيبقى عندك فرق كده بتبقى فرحان، ده انا عندي فرق مبشره، ده انا عندي والله واحد واثنين وثلاثه واربعه لعيبه بقول لك ايه، دول هيبقوا مستقبل في الدرجه الاولى، دول دي حاجات مبشره بجد، ومش في الهاندبول بس، في الهاندبول والفولي والباسكت والكوره وكل الالعاب بالتاكيد، وكل ده بياكد ان الزمالك هيفضل موجود وهيقدر يعدي من اي محنه ايا كانت، من اي عقبات بتقابله، هيفضل مستمر في انجازاته وبطولاته، وده اللي مقوم الزمالك من 1911 لحد النهارده. فان شاء الله كل الدعم لاولاد النادي، كل الدعم لكل فرق النادي، كل الدعم للي واقف في ظهر النادي في عز الازمات، في عز الازمات، انتوا الرجاله اللي بجد، انتوا اللي دايما بتشرفونا، انتوا اللي بتفرحونا. اتفرج على الهاندبول، اتفرج على الهاندبول، وبجد مش عايزه اقول كده عشان انا بنتمي لاسره الهاندبول، بس علشان هم فعلا غير، حتى مثلا اللي هم الفرق الصغيره ناس يعني، ما هو شايف بقى الدرجه الاولى شكلها ايه، شايف الدرجه الاولى اللي الدنيا كلها بتحكي عنها بانجازاتهم ببطولاتهم بمش عارف، فبيبقى اللعيب طالع من تحت، فاهم، هو طالع على حلم، مش مجرد فريق طالع يلعب فيه كده اساسا ما بيكسبش، لا طارق وبوسه وفولي والناس وكل اللعيبه اللي طالعه بعد كده، الناس دي طالع على الحلم، لما حتى تقعد تتكلم معاهم يقول لك ده حلم، انا ببقى طالع التمرين بتاع الدرجه الاولى ده واتدرب جنب ناس ايه كم البطولات والانجازات والتاريخ اللي بيسطروه ده، ربنا يحميهم ويبارك فيهم. الناس دي بتنزل التمرين وبتنزل الماتش فاصلين نفسهم تماما، عندهم مشاكل، وعلى فكره في الاوض المغلقه بيطالبوا بحقوقهم وما بيسكتوش ولينا وعايزين ومش وكل الكلام ده، ولكن جوه الملعب انا ما عنديش، انا جوه الملعب التمرين والماتش حاجه ومستحقاتي ومش عارفه ايه والكلام ده كله حاجه تانية، هتكلم وهقول، لكن جوه الملعب حاجه تانية خالص. طبعا يعني الواحد كان عنده حاله اكتئاب شويه الفتره اللي فاتت، يعني من هزيمة مش عارفة فريق الطايرة، مش عارفة هزيمة ايه، طبعا الهزايم اللي بتحصل في الكورة بالتأكيد. النهاردة وانا حتى بقول الهيد لاين، لا فرحانة، عندك لا عندك فرق في ألعاب القوى، الجمباز، الهاندبول بنات، الهاندبول ولاد، اللي مش ما شاء الله الهاندبول اللي انا مستضيفاهم النهاردة 2008 اللي جايبين كاس مصر الحمد لله، عشان بس الواحد يبقى ايه بيدي الناس طاقة إيجابية، بيدي الناس يقول لهم لا في فرق بتكسب، واحنا في ناس مش فارق معاها ازمات مش فارق معاها، فاصلين نفسهم تماما مركزين في الملاعب، الحمد لله هو ده الزمالك، وهيفضل طول عمره هو ده الزمالك، لا عمره هيقع ولا عمره كبوته هتستمر ولا ازماته هتستمر، ده طبيعي، اي مؤسسه ممكن تمر بازمه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باولاد النادي هنخرج من اي ازمه بالتاكيد. طيب خليني اتكلم على نروح شويه للايفنتات المحترمه والبطولات اللي بيتم استضافتها في مصر، واللي الحقيقه ان انا دايما بقول ان مصر البيت الكبير، البيت الكبير في افريقيا، اللي خلاص اول مثلا ما عايز تنظم بطوله بقول لك ايه اسندها لمصر، ده بقى بيبقى تفكير الاتحادات المحليه والافريقيه والعربيه، الناس دي بتفكر دايما بالطريقه دي، ليه؟ لان انت ما شاء الله عندك هيستوري محترم في استضافه البطولات في كل الاحوال بقى، مش استضافه البطولات في الاوقات العاديه كده، لا تعالى اكلمك عن كاس عالم مثلا كره سياد 2021 في عز بقى جائحه كورونا، كانت كل الدول بدون ذكر اسماء لا يعني بتعتذر عن استضافه البطولات. مثلا عندك دلوقتي ما شاء الله بطوله الشباب، بطوله افريقيا للشباب كره قدم، عندك كاس عالم رمايه، عندك البطوله الدوليه للتايكوندو، حاجه عظيمه جدا جدا.